جه حضرتك بعديها حصل مشاكل، كان متجوز واحدة قبليها وضربها خلع لها عينيها وخد في الحكم ده 5 سنين غيابي. احنا عرفنا بعد ما كتب الكتاب والموضوع ده حصلت مشاكل وكده، خفنا عليها. المهم انفصلت عنه يوم 15/2 وطلعنا شهادة الطلاق وموجودة على النت وموجودة في السجل وفي كل حاجة. جه بعد كده احنا كنا بنجهز في الشقة وكنا بنجيب حاجات ايه ليها عشان تبدأ حياتها برضه، ونجيب حاجات كنت بجيب حاجات لشقتها وحاجات لشقتها عشان انا برضه كنت عايز اخش في 12 وهي كان ربنا يكرمها بإذن الله باللي أحسن منه. خلاها قاعدة في الشقة، راح رايح بالحاجة جات لها يوم الخميس، راح رميها راح هناك، فضل يراقب يشوفها بتروحها جاية رايحة جاية بتبص على حاجتها لأن كانت جايبة حدات وحد وناس يعملوا لها شغل في الباب عشان هناك شقق الإسكان في منطات جنب بعضيها، وهي ست مطلقة خافت على نفسها راحت عاملة حديد ومقفلة حديد. حتى حضرتك لو رحت الشقة هتصور هتلاقي كل الكلام اللي أنا بقوله لحضرتك ده. هو راح رايح فتحت الباب خبط فتحت الباب راح داخل قاعد مش عارف بيتكلم معاه وإيه، وراح ماسكها إيه حدفها من الدور من فوق من البلكونة ضربها الأول ضربها عذبها وربطها ماشي وكل ده مكتوب في التقرير الشرعي وعذبها وقعد يعذب فيها لدرجة إن هي موتها. أنا شفتها في المشرحة ربنا اللي يعلم. عبرة لغيره. اخر مره كانت قاعده معاكي امتى؟ كانت موجوده معاكي فاطمه امتى؟ قبل الموضوع ده بساعات يعني.